في فيديو النهاردة هنتكلم عن 8 تنبؤات في مسلسل سيمسون لعام 2025، تنبؤات غريبة وصادمة زي ظهور السعودية في إحدى حلقات الكرتون، وكمان الحرب الأمريكية الصينية وعودة ترامب لرئاسة أمريكا من تاني. قبل ما نبدأ الفيديو خلينا نقول إن كل دي مخططات مش تنبؤات، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله ولا أحد يستطيع التنبؤ بالمستقبل. أول تنبؤ معانا وهو الحرب النووية، بيظهر في حلقة من حلقات الكرتون صورة لرئيس الصين ورئيس أمريكا، وإنه بيجي خبر في التلفزيون إن الصين وأمريكا بالفعل هيضربوا بعض بالنووي. المذيع بيقول: يؤسفني أقول لكم إن الحرب الأمريكية والصينية بدأت، وإنه من المتوقع إنه يوصل صاروخ صيني نووي على شواطئ أمريكا، فهل ده ممكن يحصل في يوم من الأيام؟ نهاية أمريكا، بيظهر في الكرتون شخصية قاعدة جنب هومر بتكلمه إن أمريكا هتنتهي واقتصادها هيتدمر، فهو بيقول له: يستحيل، إحنا زي روما القديمة. فبيوري الراجل ده فيديو، وفجأة بيظهر مجموعة أوراق بتتكلم عن نقص الزيت اللي هو البترول، وإن التوهجات الشمسية دمرت حاجات كتيرة في أمريكا والزراعة في انخفاض شديد. فتخيل إن دولة اقتصادها مسيطر على العالم اقتصادها يتدمر بالشكل ده. الطعام الافتراضي، بيظهر في حلقة من حلقات الكرتون إن عائلة سيمسون والعالم كله بياكل أكل إلكتروني وبيتلذذ بيه كمان وهو مش موجود، عن طريق نظارات واقع افتراضي. طبعا انت لو شفت اللقطة دي هتفتكر نظارة الواقع الافتراضي اللي عملها مارك صاحب شركة ميتافيرس. فهل ده ممكن يحصل إن النظارة دي تتطور لدرجة إن احنا ندوق ونشم حاجات مش موجودة؟ بيظهر في حلقة من الحلقات إن ترامب هيرجع تاني عشان يحكم أمريكا، ولو انت متابع بقى الأخبار العالمية هتعرف إن ترامب بيترشح لكل انتخابات رئاسية عشان يرجع رئيس تاني. ثقوب السوداء، أكيد طبعا سمعت عن الثقوب السوداء اللي هي موجودة في الفضاء، وبيقال على حسب بعض آراء العلماء إن هي بتبلع أي شيء موجود حواليها بسبب قوة الجاذبية بتاعتها، وغير معروف لحد دلوقتي اتكونت إزاي وبتودي الحاجات اللي بتجذبها ليها فين. فبيظهر في كرتون سيمسون عن ثقوب سوداء بتبتلع العالم، بتكون في الأول صغيرة وبتبدأ تتوسع عشان تاخد كل شيء في طريقها. ممكن يحصل ده بقى وإزاي؟ معرفش، خصوصا ان الثقوب السوداء بتبعد عننا آلاف السنين الضوئية. السعودية، في مسلسل سيمسون في واحدة من الحلقات بتسافر شخصيات المسلسل للمستقبل، وتحديدا لعام 2030، وبيدور نقاش بين اتنين عن قانون ما، ولكن الغريب والصادم هو انها قالت له ان القانون ده ساري في الولايات 51، وامريكا عدد ولاياتها هم 50 بس، فايه الولاية الزيادة دي وجات منين؟ فبيسألها ايه الولاية 51، فبترد رد غريب وصادم جدا وبتقول له: اسرائيل السعودية. فهل ده مخطط جديد من مخططاتهم؟ الحقيقة إن بالفعل خريطة إسرائيل الكبرى اللي بيحاولوا ينفذوها على أرض الواقع بتضم أجزاء من السعودية والأردن والعراق وسوريا ومصر. تفتكر قصدهم إيه بكلمة إسرائيل السعودية؟ اكتب لي رأيك في التعليقات. في حلقة من حلقات الكرتون بيظهر مطعم برجر عمل تجربة جديدة على الأبقار، وهي إن بدأ يأكلهم لحم بقري ممزوج بأكل نباتي، وبعد ما بتاكلوا الأبقار أصحاب المطعم بياخدوا لحمها ويعملوا منه برجر، وده عشان يحسنوا من جودة البرجر ويبقى طعمه جميل، والمكان بيشتهر جدا. وبيظهر في الكرتون إن المذيع بيدوق البرجر ده فبيبدأ يظهر عليه أعراض غريبة وبيتحول لزومبي هو والناس اللي في المكان، فهل ممكن يحصل ده في المستقبل؟ وبمناسبة موضوع الرؤساء ده خلينا نتكلم عن آخر حاجة في فيديو النهاردة. فبيظهر في الكرتون برضو إن ليزا كبرت وأصبحت رئيسة أمريكا، وإنها أول رئيسة لأمريكا، والموضوع ده مش غريب، ففي دول كتيرة بتحكمها رئيسة. عربيات بتطير، بيظهر لينا في كرتون سيمسون إن هومر سايق عربية بتطير، والغريب إن الموضوع ده تحديدا مش بعيد خالص، ففعلا في شركات كتيرة جدا في العالم بدأت إنها تشتغل على عربية بتطير، لأن ده هيخفف من الازدحام المروري وهيسهل السير. وبالفعل في شركات عالمية شغالة على الفكرة وبتعلن إنها موجودة للمستخدمين خلال السنين الجاية. غزو المريخ، في الكرتون بيظهر لنا إن البشر بدأوا يغزوا المريخ، وإن الحياة بدأت تنتقل من كوكب الأرض للمريخ. طب ده أصلا ممكن يحصل؟ الحقيقة إن بدأت فعلا شركات تدرس الفكرة دي، وهي استعمار المريخ عشان الحياة على الأرض بقت أصعب وبقى فيه ازدحام سكاني كبير جدا. وأكيد طبعا عارفين إيلون ماسك بيشتغل دلوقتي على مشروع غزو الفضاء واللي هيبدأ بالمريخ، وقال إنه خلال السنين الجاية هيعمل مستعمرة كاملة على المريخ فيها مليون إنسان، وطبعا ده رقم كبير مقارنة بإن الحياة على المريخ صعبة جدا، فمفيش أكسجين، مفيش جاذبية بتساوي جاذبية الأرض، فده طبعا هيتعمل بمعدات كبيرة ومكلفة جدا. هل ده بقى ممكن يحصل أو لأ؟
الله أعلم. انزل اكتب لي رأيك في التعليقات. عايزين نفكركم بحاجات فعلا اتحققت في توقعات سيمسون خلال السنين اللي فاتت، واللي منها ظهور ترامب بعد نجاحه في رئاسة أمريكا، واللي بعدها بسنين حصل ده بالفعل. كمان من ضمن تنبؤات المسلسل هي أحداث 11 سبتمبر، واللي اتقال إنها كانت مخطط إرهابي من جماعة إرهابية، فإزاي يظهر قبلها في الكرتون إن ده حصل؟ وكمان ظهور فيروس كورونا، والأهم واللي حصل السنة اللي فاتت ظهور غواصة تايتان اللي غرقت في المحيط في مسلسل سيمسون. فلو بحثت شوية عن الموضوع هتعرف إن كان في أب وابنه من باكستان ماتوا داخل الغواصة، وده اللي حصل في واحدة من حلقات سيمسون. كان هومر وأبوه موجودين في السفينة وراحوا عشان يستكشفوا سفينة تايتانيك، لكن فجأة بيغمى على هومر وبتتعلق السفينة بين الشعب المرجانية، وفجأة الأكسجين بينتهي وبيغرق هومر. فهل الموضوع ده بقى صدفة؟ هيمنة الروبوتات؟ أكيد طبعا، متابع التطور السريع في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. في الكرتون بيظهر إن هومر سايب شغله بسبب إن الشركة اللي هو بيشتغل فيها مشت كل البشر وبقت تشغل بدلهم روبوتات، وإن حتى الأعمال المنزلية العادية بتتعامل من روبوتات في الكرتون. أنت ممكن تستبعد الموضوع ده، لكن الحقيقة التطور السريع للتكنولوجيا وصناعة الروبوتات ممكن يحصل كده في المستقبل، إن يتم استبدال البشر بالروبوتات، فهي هتنتج بشكل مستمر. يعني الإنسان ممكن يكون في يوم مخنوق أو في يوم تعبان فما ينتجش بنفس الجودة أو بنفس الكفاءة، بينما الروبوتات هتقدر إنها تنتج بنفس الكفاءة والجودة طول الوقت. كمان هتنتج بشكل أكبر وهتسهل الحياة أكتر، وتكلفتها مقارنة بالعمالة البشرية أقل، وده بدأنا نشوفه في محلات وفي أماكن كتيرة.